كنت بتلبسها ام الولاد زي الصوت؟ حتى في زواجي انا لبستها فستان الفرح احمر. يعني كنت متالق رقصه مع مريم فارس فتحت عليك ابواب جهنم في السعوديه. يعني كاريزما السقه ماركه اصلي. انا عايزاك تكشف لي عن موهبتك السريه. هي بس الحاجه الوحيده اللي فاضله لي. يعني غني لي. تأمريني عايز اسمعي. نورت يا حلاها شمس الاقبال. انت متجوز اثنين كسر لو سمحت ما تعملش. انا بتغزل في البرنامج. نورت الاثنين 9:30 بتوقيت السعوديه على NBC 1.